اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد في عالم الزراعه مع قناتكم الزراعيه المفضله الثقافه الزراعيه، مع صفحتنا ايضا على الفيسبوك اللي بيتابعنا وصفحه مهندس زراعي جوزيف بولس. اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في عالم الزراعه واستكمالا لمشروع بناء مصر وبناء زراعه النخيل في مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم هنا في طريق اسيوط الفرافره ديروط، بعد حوالي 30 كيلو مدخل ديروط طريق الفرافره. بنتابع النهارده زراعه المجدول هنا زي ما وعدناكم بفيديو ان شاء الله، وبس عن طريقة الزراعة هنا. تم توريد فسائل المجدول في مزرعة الباشمهندس منصور. اهلا وسهلا بحضراتكم، بنتابع طبعا العمليات بتتم خطوة بخطوة. واولا بنرحب بصاحب المزرعة وصاحب فكرة التوريد وزراعة المجدول هنا في الصحراء زي ما حضراتكم شايفين. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس منصور. اهلا يا باشمهندس جوزيف، يا رب تكون بخير ان شاء الله. حضرتك نورتني، ربنا يبارك في حضرتك. واحنا يعني نفذنا تعليماتك زي ما بيوم معين. صحيح. بالعدد معين. صحيح. بطريقه زراعه. صحيح. معينه. وحضرنا وقت الزراعه بنفسنا وبنزرع بايدينا. احنا زرعنا حوالي 60 نخل بالظبط، 60 نخل على جنبي الطريق اهو. طريق المزرعه هنا، المزرعه خمس فدادين على اليمين وخمس فدادين على الشمال. دفعه اولى زرعنا 60 نخله على اليمين وعلى الشمال، وهنستكمل ان شاء الله. ان شاء الله 60 نخله دول خلال 3 سنين هيكون في الخلفات، هنبدأ ناخد من الخلف ونزرع على الجانبين يمين وشمال ان شاء الله بحسب مشيئة المهندس مينا والباشمهندس جوزيف. ربنا يبارك في حضرتك. وطبعا احنا بنشكر لحضرتك ثقتك فينا، وان شاء الله تحت حسن ظن حضرتك دايما باذن الله. هنتابع طبعا يا جماعه طريقه الزراعه عشان نوري حضراتكم برضو بتتم ازاي خطوه بخطوه، تابعوا معنا. طبعا يا جماعه هنا زي ما حضراتكم شايفين هنا كان زي ما قال الباشمهندس منصور الحفر والترديم، وطبعا هنا خلاص تم التخمير لمده اسبوع وبنبدا نحفر كده علشان نزرع الفسيله. طبعا وهنبدا نمسك الفسيله دلوقتي ونزرعها زي ما عرفنا الرجاله، لازم يكون اتجاه الميل واتجاه القطع. شايفين بسم الله ما شاء الله الفسائل مش ممتازه، تمام. وهتبدا عمليه الترديم بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه، وطبعا حد بيمسكها والتاني بيردم وبيكبس، لان عمليه التكبيس دي مهمه جدا جدا. بيكبس كده خطوه بخطوه ورانا، تمام. وبيساوي الجوره طبعا يا جماعه عشان بنحط بعد كده خرطوم الري، بنساوي بالشكل ده، تمام. بنتابع ايضا عمليه بتتم قبل عمليه الزراعه. الله ينور محمد، ممتاز. طبعا محمد هنا بيقوم بعمليه دهان ماده عازله، وهي ممكن نستخدم البتوين قلنا قبل كده او الشحم. زي ما حضراتكم شايفين نسبه الجذور، بعد اذنك يا محمد خلي الشمس تبان على الفسيله قوم كده بعد اذنك. ايوه شايفين حضراتكم كده نسبه التجذير بسم الله ما شاء الله الحمد لله ممتازه جدا في الفسيله. طبعا هنا مكان القطع بسيط جدا جدا، وتم دهانه بماده العازله اللي هي الشحم العادي جدا. هنتابع طبعا مع حضراتكم خطوه ثانيه. طبعا بنكمل مع حضراتكم طريقه الزراعه مع الباشمهندس مينا النهارده. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. طبعا بنتابع عمليه الزراعه ونشوف بتتم ازاي، زي ما مسك الشكل ده. الله ينور، تمام. بسم الله ما شاء الله عليها حوالي 4 فصائل بالشكل حضراتكم شايفينه ده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله 4 فصائل غير الام نفسها، فدي حاجه جميله قوي. بسم الله ما شاء الله. بنتابع عمليه الزراعه طبعا زي ما حضراتكم شايفين، تم الحفر، تم وضع الفسيله بالشكل المعتاد، تمام. وتم توجيه مكان القطع لاتجاه الشمال، وبيتم حاليا عمليه الترديم والكبس زي ما بنعلمكم دايما في الفيديوهات اللي احنا بنوريها لحضراتكم. اه
الهم حال الكبس كده. الله ينور يا جماعه، ممتازين كده، ممتازين كده. الله ينور يا هندسه، الله ينور حبيبي. تمام، زي ما طبعا تابعنا مع حضراتكم كده خطوه بخطوه التوريد والزراعه والمصداقيه والامانه. طبعا ان شاء الله دايما مستمرين مع حضراتكم في بذل قصارى جهدنا لارضاء حضراتكم، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم دايما. طبعا هوريكم برضو الخطوه الاخيره، وهي وضع خرطوم الري حوالين الفسيلة بيتم ازاي، عشان بعد كده نبدأ موضوع الري مباشرة. طبعا بيجيب خرطوم جي ار. الله ينور يا محمد يا عبد الله، عامل ايه؟ كله تمام؟ طبعا ده قطع بيقطع دلوقتي خرطوم الري جي ار زي ما قلنا لحضراتكم، وبيبدأ يركبه ويلفه حوالين النخلة، ويبدأ يحط له سداد بالشكل ده، علشان زي ما قلنا لحضراتكم لازم الفترة الأولى في مدة الـ40 يوم الأولى بيتم الري باستمرار. فشايفين حضراتكم كده ان شاء الله هيبدا يري مباشره بعد الانتهاء من الزراعه. الله ينور يا محمد، ممتاز. دي العمليه الاخيره وقطع خرطوم الري. ان شاء الله نتمنى لحضراتكم تكونوا استمتعتم واستفدتم بمشاهده هذا الفيديو. ان شاء الله باذن الله نلقاكم باذن الله في حلقه قادمه مع الثقافه الزراعيه اللي تابعنا على اليوتيوب. طبعا لا تنسى الاشتراك في القناه ودعمنا بلايك وشير لتعم الفايده لكل الناس باذن الله. بيشاهدنا ايضا على الفيسبوك صفحة مهندس زراعي جوزيف بولس، ادعمنا بلايك لتعم الفايدة لكل الناس. ان شاء الله نلقاكم على خير باذن الله، الى اللقاء.